دلوقتي مشاهدينا جه ميعادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي من بينها انتهاء بناء 87 مدرسة، وده ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة أسيوط، بالإضافة لتصريح محافظ المنيا عن تمويل بيصل ل 4496 مشروع باستثمارات 27 مليون جنيه، وده لتوفير فرص عمل بالقرى. أخبار تانية من بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ كمان هنعرفها في التقرير التالي. شهدت المحافظات مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان أهمها تأكيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن هيئة الأبنية التعليمية بتقوم بتنفيذ 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة في قرى ومراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصل دراسي بتكلفة 430.2 مليون جنيه. في محافظة المنيا قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم تنفيذ 4496 مشروع باستثمارات 27 مليون جنيه، مؤكداً أهمية دور الدولة في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علشان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف. المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلق أولى الأمسيات الرمضانية تحت عنوان جلسات الدوار في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف، وتم إطلاقها ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وده استكمالاً لدعم الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية في شهر رمضان. وأشرفت مديرية التضامن الاجتماعي على عملية التوزيع في حضور مدير التضامن الاجتماعي بالمدينة. دشنت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية مبادرة رمضانك صحة لتقديم المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفع التأمين الصحي الشامل من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في الإسماعيلية. قرى محافظة كفر الشيخ شهدت حملات تحصين بين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 25940 طائر و6300 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وكمان تطهير 11 سوق ومعاينة 12 مزرعة وسحب 166 عينة ما قبل البيع.